لما بتكلم بقى على الالترا ساوند اللي احنا بنستعمله فعلا في الميديكال يوسس، يعني هنلاقي ان احنا عاده في المكان الحالي اللي موجود بنتكلم على الرينج اللي هو من 2 ل 15 ميجا هرتز. اوكي بيسكلي في حاجات اكتر من كده طبعا، بس ما هيش فيري كومن. لما بتكلم على المكان اللي هو 99.9% من المكان اللي موجود هنلاقيه في الرينج ده. النقطه ان احنا هنشوف ان احنا الهاير فريكوانسيز دي ممكن نستعملها، لو احنا استعملنا هاير فريكوانسيز يعني عن الكلام ده هنلاقيها لها استعمالات محدده جدا، لان احنا زي ما هنشوف بعد شويه صغيرين ان بتبقى اتينيويتد بشكل عالي جدا، فما اقدرش ابص بيها غير على حاجات فيري شالو. اوكي وفي نفس الوقت احنا مش عايزين ان احنا نقلل فريكوانسي قوي عن ال2 ميجا دي، نتيجه ان الريزولوشن بتاعتنا يعني الصوره نفسها البيكسل نفسها بتاعت الصوره proportional wavelength، وطالما هي proportional wavelength هنلاقي ان هي proportional بالعكس للفريكوانسي، يعني كل ما الفريكوانسي قلت كل ما الريزولوشن بقت اوحش. اوكي فبنتكلم مثلا على الفريكوانسي لما بيكون 2 ميجا الريزولوشن بتاعتي او اللامدا بتاعتي او الريزولوشن بتاعتي proportional للامدا اللي هي 0.77، لما بنروح لغايه 15 بنروح ل 0.1، يعني بنتكلم على يعني رينج مثلا ده 8 مرات احسن من ده، يعني كل ما الريزولوشن قل طبعا كل ما كان احسن زي ما احنا عارفين، لان احنا عايزين البيكسل بتاعتنا اللي في الصوره تبقى صغيره عشان تديسكرايب الحاجات بدقه اعلى. طيب احنا دلوقتي لما بنيجي نبني الصوره بنبنيها على اساس ايه؟ بنبنيها على اساس فاريشنز في حاجه بنسميها الاكوستيك امبيدنس، اللي هي دي الاكوستيك امبيدنس دي هي ديفايند، يعني اول حاجه بنسميها زي، وهي ديفايند ان هي البريشر امبليتيود على الفيلوسيتي امبليتيود، يعني بيسكلي انا بتكلم على البارتكل فيلوسيتي اللي انا كنت بتكلم عليها، انا كنت بتكلم ان البارتكلز بتعمل فايبريشنز كده علشان تعمل التخلخلات والتضغطات او الكومبريشن والريفراكشن كنا بنتكلم عليه. احنا لو عرفنا البريشر امبليتيود وعرفنا الفيلوسيتي امبليتيود وقسمناهم الاثنين على بعض هيجيب لنا الزي دوت. طبعا بنتكلم على عشان نقيس حاجه زي كده ما هياش طبعا حاجه سهله، فعايزين ريليت الكلام ده لحاجه نقدر ان احنا في الاخر نقدر نحسبها بشكل اسهل بكتير. فطبعا احنا مسمينها هنا اكوستيك امبيدنس عشان هي في الاخر انالوجوس للالكتريكال امبيدنس. اوكي يعني احنا بنحط بريشر وبناخد منه سرعه للبارتكلز، فهي فعليا لو احنا عملنا البريشر ده يبقى هو مقابل الفولتج والفيلوسيتي دي مقابله للكرنت، يبقى معنى كده فعلا الزي بتبقى مقابله للامبيدنس بتاعت الايه بتاعت السيركتس. اوكي احنا لقينا بقى في ديفينيشن تاني، احنا ممكن نعمل ديريفيشن كده من البدايه دي ونوصل في الاخر ان عندنا الزي بتاعتنا بتساوي سكوير روت اوف رو في كي، او هي نفسها الرو في السي. اوكي لو احنا بصينا على الرو في الكي، طبعا الرو هي الدنسيتي والكي هي الستيفنس، او بتساوي الرو في السي اللي هي الدنسيتي بتاعتنا في الايه في السبيد، السبيد اوف ساوند. اوكي فطبعا دي بتساعدنا ان احنا على طول مش محتاجين بقى ان احنا نقعد نحسب او نقعد نقيس حاجات زي كده عشان نحسب الاكوستيك امبيدنس، لا عندنا اكسبريشن على طول يقدر يجيب لنا الايه الاكوستيك امبيدنس. الرينج بتاعنا بقى بنتكلم على يعني لما ببص مثلا للليفر يعني مقابل يعني قريب جدا من الكيدني، قريب جدا من البلاد، مش بعيد عن الفات، مش بعيد عن الووتر. كويس الاير مختلف تماما، يعني بصينا على الاير كده ده 430 ده حاجه في 10 اس 6. اوكي البون يعني يعتبر مختلف برضو لحد ما، يعني ده يعتبر مثلا 4 أو 5 أضعاف الايه الحاجات الموجوده هنا دي. كويس فدي برضو تعتبر significantly different، فنلاقي الفروقات بتاعه الووتر والفات يعني عموما التيشوز سوفت تيشوز عموما مختلفه جدا عن الاير ومختلفه الى حد كبير مع البون. فطبعا دي هتهمنا بعد كده لما نيجي نبني الصوره او نبتدي بعد كده نفكر ان الريفلكشن دي بتجي لنا ازاي.